تشرب من البير. لا عاد انا بصح انا تحيط طلب الى الدين حفظان مهاجر مغربي في فرنسا سابقا مدة 25 عام وأحد ضحايا ديال مشروع إقامة أوزود ديال الشركة الخضراء. المشكل ديالنا هو أنه عينا من ندوي في هذا الموضوع، عينا من نكتبوا، عينا من نراسلوا، عينا من نعرفوا عباد الله بأن هذه الإقامة تبنات كضغينة، تبنات بتراخيص ديال واحد المجموعه ديال الادارات، تبنات بمساعده ديال الابناك المموله، وتبنات بالاموال اللي حنا عطينا، ولكن صاحب المشروع كانت عنده نيه اخرى، ما عمره ما كانت عنده النيه ديال يسلمنا المسائل ديالنا. ملي تاكدنا من هذه القضيه التجأنا للمحاكم وطال هذا المسار مده طويله. التجئنا كمهاجرين، التجئنا كلاجئين سياسيين من قبل اللي معنا، الناس اللي كانوا دخلوا لهذه الاقامه واستثمروا بغوا يستثمروا في هذه الاقامه بالمسائل اللي خدوهم من هيئه الانصاف والمصالحه. عندهم ثقه بان المغرب غادي يحتضن الوجود ديالهم وغادي يحتضن الرجوع ديالهم. اش وقع لنا؟ كنلقاو بان هذا السيد كان عنده مشروع ديال ماشي يبيع ديال عنده مشروع ديال يبني وينصب ويوصل للاقامه للافلاس ويعاود يرجع ليها من المزاد العلني ويشريها بطريقه اخرى كما دار في مشاريع اخرى من قبل. ما هبطناش يدينا، اتصلنا، غوتنا، درنا وقفات امام البرلمان، امام مجلس الاعلى للقضاء، امام الجماعه ديال عبد الله، شفنا السيد العامل ديال الجيده، شفنا واحد المجموعه ديال المصالح، وكنظن بانه رغم القوه ديال هاد المنعشين العقاريين اللي كيعيشوا من الدم ديال المهاجرين بحالنا، كاينين الناس في المغرب اللي الاذن عندهم صاغيه. هاد السيد تم القاء القبض عليه، سجن 3 سنين، السؤال بحال اللي سرق 3 مليار، بحال اللي سرق 30,000 درهم، بحال اللي سرق 3,000 درهم، 3 سنين ديال الحبس. هذا حيف علينا حنايا، لانه هذا الحكم ما كينصفناش، علما بان حنا باغيين لهذا السيد لا الحبس لا الاعدام لا حتى حاجه، حنا باغيين حاجه وحده، هذا السيد نصب علينا. الرأي العام والمحكمة تبين لها بأنه نصب علينا، كنطالبوا كل النوايا الطيبة ديال هذه البلاد ساعدنا على حاجة واحدة، ناخذوا وريقاتنا وندخلوا لديورنا كما كنا كنتمناو، جبنا وليداتنا من المهجر، جبناهم باش يعيشوا في بيئة مغربية بثقافة مغربية وعلاقات مغربية وانتماء مغربي وإحساس مغربي. هاد الناس راه كيقتلوا حتى مغربيس ديالنا كاملين المهاجرين، حشومة عليهم ويحبسوا هاد السيل ديال الدم ديال المهاجرين اللي كاينة في هاد الإقامة. شكرا. مرحبا مرحبا، غير هو انت شوف غير حيد من بعدك جيت عندك ديك البطاريه ديال تحت وتطيح. لا عاون غادي ها معهم مع بعض. السلام عليكم، مصطفى القرشي احد ضحايا اقامه اوزود بسيدي بوزيد. المشكله راكم عارفينو، فين وصلنا وفين وصلت الاحداث وشحال هادي وحنا كنتحاكموا وكنهضروا في المنابر. الحمد لله دابا المحكمه استجبت لينا وحكمت على المسير بالسجن 3 سنوات وغرامه ماليه، ولكن تفاجئنا انهم جوست من بعد ما السيد تحكم عليه ومشى للسجن ولا كل نهار كل اسبوع كيجونا مفوض قضائي مع مجموعه ديال الناس اللي كيقول لك حنا كان واحد منهم كيقول لك انا كنمثل الشركه، واللي ما عمره ما بغى يدلي حتى شي وثيقه اللي كتعطيه انه كيمثل الشركه. بغينا نديروا اشغال، فينا هما هاد الاشغال اللي باغيين نديروا؟ ما باغينش يهضروا. المهم هما خصهم يدخلوا يتحتلوا الشقق ديال الناس،
حنا استاجبنا المفوض القضائي المرة الأولى مع الدرك الملكي مع مرافقيه، وفعلا دخلوا مشاو داروا واحد 20 يوم من بعد مشاو فحالهم. حنا كنطلبوا من السدة العالية بالله، كنطلبوا من السلطات، كنطلبوا من البرلمان، كنطلبوا من النيات الحسنة اللي يقدروا كاع يسووا هذا المشكل غير حبيا، حنا بلا ما نوصلوا للمحاكم ولا والو. راه المطلوب ديالنا هو وريقتنا، راه ما طالبين شي حاجة أخرى من غيرها، راه ما ظلمنا حد، ما دينا لشي واحد شي حاجة. هاد الناس موني الشركة جيو عطيونا وريقتنا، خلصوا الدين ديال لابونك اللي هو 1,600,000، وجيو عطيو الناس وثائقهم، وراه مستعدين اللي باقي عنده شي حاجة يعطيها لكم. راكم واخدين 86% من ثمن الشقق إلا جينا نجمعوا، كاينة 18 واحد اللي مخلصة 100% من الشقق ديالها. عطيونا وثائقنا، عينا بهذا الموضوع هذا. راه قبل الحياة كيفرحوا به الناس، حنا تنكدنا في حياتنا سنين هذه. كنطالبوا الناس كلها أي واحد عنده نية حسنة أنه يتدخل في هذا الموضوع نحلوا المشكلة، حنا مادين الدين. شكراً.